حياكم مجددا مشاهدينا ورجعنا والجو يعني ما اقول لكم كله حماس وضيوفنا منورين الدنيا. حنتكلم اليوم في موضوعنا عن الازواج اللي بيعيشوا روتين يومي لدرجه انه مع الوقت يصير في كده يعني روتين شويه ممل في حياتهم، والسبب الاهتمام بسبب العمل وطلبات الاطفال يعني اللي بتاثر صحيح. علينا وطبعا الزوجين والام بشكل خاص، ومع الوقت يتخلوا عن كل شيء يحبوه، عن رغباتهم، عن اصدقائهم، وكل هواياتهم كمان ممكن تكون ما في شك غاده. يمكن وطبعا هذه مرحله خطيره وتخلينا نتساءل هل من الضروري ان يحصل الازواج على فتره راحه بريك من البيت والاطفال؟ في اللي يقول ايوه ضروري، وفي اللي يقول لا الاولاد لهم اولويه، واحنا مع الرايين في الاستديو. رحب بافنان الخضر وزوجها محمد المصري، والسيدة أمل كنانة وزوجها عامر الخالدي. يسعد لي صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يعني إحنا بدأنا نتخانق من تحت الهواء في جو تهديد من أفنان و... لا وقبل الخناقة خلينا يعني نسألهم غادة، أنا شفت محمد وأفنان يصورون الاستوديو، أنتوا مو بغريب عليكم الاستوديو، أنتوا جالسين في مكاننا، عارفين الاستوديو كويس في برنامج هي وهو. صحيح. حكونا عن البداية مشاعركم قبل لا ندخل في مشاكلكم الحين. والله ما يجيب مشاكل أول حاجة. يعطيكم العافية، احنا سعيدين مرة بتواجدنا معاكم اليوم أكيد، ويعني مشاعر الاستوديو ما أقدر أوصفها، لأنه احنا كنا طبعا مثل ما تفضلت كنا بهي وهو في الموسم الأول مع أمل وعامر ومع زملائنا أيضا الآخرين، نوجه لهم أكيد أكبر تحية. فيعني حسنا كأننا دخلنا على بيتنا، يعني نستالجيا الحنين. أنا بالنسبة لي صراحة لما دخلت على الام بي سي اوفر اول، يعني مو بس أيوة. حتى الاستوديو حسيت انه كذا في حنين، في حاجة، في قلبي بيدق، انه في داخله مكان انا كنت اعرفه من اول، وفعلا يعني لو مكانه عندنا. هذا هو سنتين، يعني احنا سنتين. استاذ عامر شفتك تمسح دموعك لما بس عشان المركب. هو احنا سعيدين بوجودكم ونروح لموضوع ده. يعني افنان ومحمد انا اللي عرفته وكثير سمعته، عصافير كمان قالت لي كانت في اشياء كثير تتعطل بسبب ابنكم. انا خلي لكم هو مين العصافير هذه؟ العصافير بس عصافير كثيره. عصافير كثيره. كيف تعلقكم خلينا نقول بابنكم يعني بشكل جدا كبير؟ هل بتحسوا انكم بتخافوا، انكم تحسوا بالتقصير اتجاهه؟ والله هو ما هو تعلق فوق الطبيعي، انا احس اعتبره يعني في مرحلته العمريه هذه، هو لسه ما كمل 4 سنين الله يحفظه، لسه اصغر. فاعتقد في مرحلته العمريه هذه هو محتاج انه امه وابوه يكونوا معاه بشكل اكبر او في اغلب يوم، فعشان كذا ما احس انه مره تعلق، لكن خلينا نقول اعاده ترتيب للاولويات. طبعا الشعور ما ادري اذا هو طبيعي ولا، بس في دائما هذا الشعور انك مقصر، يمكن دائماً. يمكن لانك خايف تقصر فيجيك هذا الشعور، ف يمكن هذا يخليك تحاول تبذل اكثر، يحاول ممكن تضحي باشياء انت تحبها وان اشياء مهمه على زي ما قالت افنان ترتيب الاولويات. ممتاز. طيب يعني عامر وايضا الاستاذه امل، يعني انه انتم متى قررتوا انه تعطوا لنفسكم بريك وتتركوا الاولاد؟ خاصه انه من البديهي انه انتم قدمتوا برامج سابقه لكم وظائف معينه، فاكيد انتم كنتوا تاركين الاولاد ان شاء الله بامن وامان، بس كيف الطريقه، يعني كيف تعاملتوا مع الموضوع؟ البدايه كانت اجمل، يعني قبل كانت اول حاجه امل كانت توها في الجامعه تدرس، وربنا كرمها بخالد طفل وهو عمره 6 شهور كنا نسيبه. لا اقول حاجه قبلها. شوف يعني انا برجع بقول هي هي بالضبط. خلينا مره واحده. انا بشوف انه دائما هي شيء احد يشجع الثاني، يعني الام ام مهما كان عندها عواطفها، عندها الاحساس بالمسؤوليه، الضمير زي ما قالوا، لكن كان عامر عنده لا انت يعني ما حيصير حاجه. مثلا من ضمن الاشياء قبل 6 شهور لما كان عمره 3 شهور خالد، انا ما كان عندي طبعا احد بيعين في البيت، انا وهو بس، فكنا نبغى نروح السوبر ماركت وخالد نام، فقال لي نتركه في البيت ونطلع. نعم. قلت انا كيف اطلع واسيبه؟ كان عندكم احد في البيت؟ نهائي نهائي. اوكي. لا يمكن جاتك الصدمه. لا لا يمكن هو يعني كان هذه اول تجربه له، اول يعني تجربه كمان. بس انا بالنسبه لنا انه خلاص هو طالما عنده نظام انه هو حينام ما حيصحى قبل 3-4 ساعات سيبيه. طيب ليش متابعه مين؟ حيكون ولا احد، خليه في البيت، هي ساعه حنروح السوبر ماركت ونرجع. صلو.
هو الوحده في البيت الوحده في البيت يا طبعًا قلبكم طبعا انا ما في شك اني كنت بالسوبر ماركت بطير انا مش بمشي ابغى اخلص بسرعه عشان خايفه انه يكون هو صحي بس الحلو انه انتوا الاثنين عندكم نفس التوجه انه لا انه لازم نعيش حياتنا لازم انه احنا من اول تجربه انا كنت بسالكم السؤال من الاول يعني لكن يمكن افنان ومحمد طب يعني هذا انكم بتقضوا وقت هذا الطويل ما تحس انكم انتم محرومين من الحياه برا انكم ما تبغوا يعني هواياتكم اشياءكم يعني هنا انا راحوا لا هنا سيبوه من البدايه من البدايه راح سووا ماركت وخلوه يعني هل هواياتكم وطلعاتكم ما تتاثر هو هذه هي ارجع اقول هو في اعاده ترتيب للوقت واعاده ترتيب للاولويات مو معناه انه انا صرت ام او احنا صرنا اباء خلاص احنا تنلغي شخصيتنا تماما وتنلغي اهتماماتنا تماما لا لكن هو لازم نعيد ونرتب أرجع أقول ترتيب الوقت من أهم الأشياء للأم والأب لازم يتعلموها لما يكون عندهم أبناء ويمكن صح أنا ما عندي بلاقي وقت من الآخر بلاقي وقت والله بلاقي وقت بتشوفي صحباتك بشوف صحباتي وكذا بس هو هل كل يوم أنا لازم أروح أشوف صحباتي لا يعني اقدر اشوف مثلا احدد وقت يعني انا عارف محمد يبغى عنده راي لا بالعكس احدد وقت معين احدد وقت معين انه والله هذا الوقت ينفع لصحباتي مثلا انا عندي دوام ولازم ارجع اقضي وقت نوعي مع ابني ولازم كمان اهتم في البيت بعده مثلا اذا نام في احد يقعد معه ممكن انا اطلع كنت لما نعزمكم عندنا هي. ما تجون وتتاخرون تعتذروا ايوه شتوا علينا هذه بعض العصافير هذه عصافير مباشره هنا الفرق هنا انه احنا عند في سبورت سيستم في عندنا جدته وجدته الثانيه الله يحفظهم جميعا يعني ممكن الطلعات الخفيفه هذه احيانا انا ارجع من العمل واقعد مع ريان وتطلع نظام شفتات فنقدر نلاقي وقت لكن اللي كمان اقوله في احيانا اشياء ما هي يعني مثاليه صراحه يعني احيانا تبغى تطلع تجي في نفسك هذا او فاتني الموضوع فلاني عشان كذا لكن زي ما قلت افنان انا برضو ارجع انا يعني اطالع للصوره الابعد لا والله اهم هو طيب يعني عامر من شوي كنا نتكلم يمكن قبل الهواء عن موضوع ان السفر وقلت انت تسافر العلا والاستاذه امل بعد قالت بتسافر العلا موضوع السفر كيف وتعاملكم مع الاولاد يعني قلنا تتركه بقاله سوبر ماركت شيء بسيط ما في مشكله بس موضوع السفر كيف عندنا مبدا في حياتنا اول ما تزوجنا انه الاولاد ما حد يسافر قبل 5 سنوات من صحيح لا اكثر من السبب الاول هو طفل فلو وقته ورضاعته ونومه حيكون قلق له ولنا غير الكراكيب والعفش اللي بيطلع معاه لما يسافر فنخليه عند جدته ونطلع نسافر ونرجع عادي بسيطة. والست اولاد كلهم نفس الموضوع سوينا بينهم ما في تفرق بين اي واحد فيهم ما تغيرت شخصيتهم على كثرة السفر وغيابكم عنهم لا خلاص شوف كان برضه عامر عنده شغلة انه لا تكذبي عليهم مثلا نبغى نطلع نبغى نسافر قولي انا مسافر قولي انا طالع مثلا عندي زيارة هم لازم يعرفوا انه احنا مش بنخبي عليهم شيء فهم اقتنعوا يعني صار عادي بالنسبة لهم اوكي طيب مع السلامة خلاص عادي ما في مشكلة ما تعلقوا فيكم بالزيادة عن اللزوم يمكن هنا السؤال لأفنان ومحمد ده ما حسيت أنه ممكن يتعلق فيكم ويصير خلاص ما هو قادر يخليكم إذا فكرتوا تسافروا إذا فكرتوا تروحوا أي مكان أوكي هو طبعا هذا الاعتقاد السائد أنه إذا قعدت طول الوقت مع الطفل خاصة خلال أول 5 سنوات من الحياة أو 6 سنوات لأنه هذه المراحل الأهم نعتبرها لأنه بتتكون أغلب شخصية الطفل وأغلب طباعه فبالعكس أنت لما تقضي هذا الوقت مع أطفالك في المرحلة العمرية هذه اللي هم محتاجين فيها قضاء الوقت هذا معاهم ما راح يتعلقوا فيك بزيادة حيطلعوا استقلاليين بشكل أكبر لما يكبروا الخوف الانفصال عنهم والأباند من إيشو حتقل بالنسبة أيوة بالضبط صحيح لا أنا 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 سمعنا الآراء نحل الموضوع تحت الهواء ولا يهمكم حنفصل بينك الله يسعدكم شكرا جزيلا لكم وبسطتونا اليوم الله يسعدكم شكرا لنا